الآن سوف نقوم بملأ هذه الحقول الأربعة. كيف نبدأ بملأها؟ أولاً أكيد راح نبدأ بالكلاس ليمت. نضع القيمة الصغرى التي استخرجناها في البداية اللي هي كانت 663. أوكي. هاي أول خطوة. الخطوة الثانية، يجب أن نعرف كم عدد الفئات التي حققت لدينا الحل الصحيح. كانت 6 فئات، كانت 6 فئات التي حققت لدينا الحل الصحيح. فبالتالي يجب أن نقوم بتقسيم هذه القيم إلى 6 فئات. تبدأ بالقيمة الصغرى اللي هي 663، هاي الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة. أكيد راح تنتهي القيمة السادسة بأكبر قيمة كانت لدينا وهي 740. أوكي، كيف نستطيع أن نملأ بقية هذه الخانات؟ نجي هسه واحدة واحدة. لكي نستطيع أن نملأ الحقل الثاني هذا، نستخدم القانون التالي: الحد الأدنى للفئة الأولى متمثل هذا زائدا قيمة الكلاس انترفال اللي هي قيمة اشقد 12. فبالتالي 663 زائدا 12 حصير 675. اوكي، الآن شلون صارت هاي القيمة؟ الحد الأدنى مضافا إليه قيمة الكلاس انترفال اللي هي شقد 12. هسه نملي هذه الخانة. شلون نمليها؟ هذا العدد اللي هو 675 يضاف إليه قيمة الـ 1 يونت. تذكرون شو قيمة الـ 1 يونت؟ قيمة الـ 1 يونت اللي هي الواحد، الـ 1 يونت in last significant digits اللي هي الواحد، ف 675 زائدا الواحد فحصير 676. نفس الحالة راح نضيف هنا لهذا العدد 12 اللي هي مال انترفال، راح تصير 688. ايضا هذا الرقم ننزله في بداية الخلية الثالثة او الفئة الثالثة ونضيف له قيمة الـ 1 يونت اللي هو قيمته 1، راح تصير 689. اوكي، 689. هاي 689 شو نضيف لها؟ قيمة الانترفال اللي هي 12، فراح تصير شقد 701، وهكذا. ايضا هاي هنا نضيف لها قيمة الـ 1 يونت فتصير 702، نضيف قيمة الانترفال 714، هنا حصير 715، وهنا 727، ومن ثم 728، وينتهي بال 740. إذا هذا التقسيم مالتنا الأول كان صحيح، لأن يعني احنا بدينا بأصغر قيمة وانتهينا بالقيمة الكبرى، فإذا هذا لحد الآن صح، يعني الحل مالتنا صحيح. أوكي. وأيضا حتى نتأكد أن الحل مالتنا صحيح، لو نجي نباوع الفرق ما بين هذا الحد وهذا الحد، إيش قد حتكون قيمته؟ حتكون قيمته 13. 13 تذكرون كانت شو تمثل؟ كانت تمثل الكلاس ويدث، كانت إيش؟ مثل
the class width. هسا كيفية استخراج class boundaries. class boundaries القانون نطبقه هو عبارة عن the class limit. the class limit زائد ناقص نصف ال one unit in last significant SD. اوكي هو ايش قد نصف قيمة ال one unit؟ احنا ال one unit ايش قد كان؟ نتذكره ال one unit ايش قد كان ال one unit؟ كان هو عبارة عن واحد، فنص قيمته سوم على اثنين، إذا حيطلع لنا 0.5. هذا بالنسبة ال one unit. فإذا هسه القانون راح نطبقه هنا، هو عبارة عن بالنسبة class boundaries حتى نستخرجه، هو عبارة عن class limit زائد ناقص نصف ال one unit. فبالتالي هنا حصير 662.5 هنا طبعا زائد ناقص هاي الجهة، الجهة اليمنى نطرح منها والجهة الثانية نضيف لها، فهنا ايش راح تصير؟ حصير العكس اللي هي حصير 675.5. اوكي هاي ايش راح نسوي؟ هاي القيمة نفسها تنزل هنا، راح تصير 675.5، وهذا ايش راح نسوي؟ حنضيف له، فراح تصير 688.5. تنزل القيمة في البداية اللي هي 688.5، هنا راح نضيف النص فتصير 701.5. تنزل هسه القيمة أيضا فتصير 701.5، هنا ايش راح تصير؟ 714.5. هاي القيمة، وهكذا طبعا نستمر، يعني القيمة الأخيرة راح تنزل حصير هنا في بداية هذه الفئة فتصير 714.5 /، هنا راح نضيف إلها فتصير 727.5. هنا 727.5، هنا ايش راح تصير؟ 740.5. اوكي طبعا ليه صارت هنا 740.5؟ لان احنا اصلا بدينا القيمة الاولى باقل بنص، فكأنه تعوض في القيمة الاخيرة. القانون اذا لاستخراج class boundaries هو عبارة عن class limit زائد ناقص نصف قيمة ال one unit in last significant digits. فروح بالنسبة للقيمة هاي نطرح من نص، وبالنسبة لهاي القيمة اللي هي 675 راح نضيف لها النصف. الآن كيفية استخراج الكلاس مارك. الكلاس مارك هو عبارة عن الكلاس ليميت مقسومة على اثنين. الكلاس ليميت مقسومة على اثنين، بمعنى آخر حتى استخرج المارك هو عبارة عن 663 زائدا 675 مقسومة على اثنين، مقسومة على اثنين
مقسومة على 2 راح يطلع لنا 669. هذا بالنسبة للقيمة الأولى للكلاس مارك. ونفس الحالة نيجي هنا حصير 676 زائدا 688 مقسومة على 2 حيطلع عنا القيمة الثانية اللي هي 682. وهكذا بالنسبة للبقية فراح هنا يطلع عنا 695، هنا 708، 721، و734. هسه بقى لنا الحقل الأخير اللي هو كيفية استخراج الفريكوانسي. الفريكوانسي شلون نجي نستخرجها حتى أقدر أحصل عليه؟ طبعا لازم أول شيء نتأكد ونشوف الفئة الأولى. هذا هي الفئة الأولى، هذه هي الفئة الأولى. الفئة الأولى محصورة ما بين 663 إلى 675. فإذن هنا شنو معناته؟ للحصول للفريكونسي لتكرار الفئة الأولى ضمن الحدود من 663 إلى 675 لازم نرجع للداتا المعطاة لنا بالسؤال. وين نروح ندور؟ ندور أول شغلة بالعمود الأول. نجي هنا، هاي هي الداتا الموجودة أمامنا. فإذا احنا لازم هسه ندور بهذا العمود الأول القيم المحصورة ما بين 663 و 675. طبعا هنا ماكو ولا قيمة، فإذا العمود الأول ما بيتكرار، صفر. هسه شو حنسوي؟ حروح إلى العمود الثاني، هذا هو العمود الثاني، وأيضا ندور حدود الفئة اللي هي من 663 إلى 675. فراح نشوف هسه هنا شنو عندنا؟ حسب الموجود هسه عندنا، عندنا 663 هذه، آسف أنا، هذه الفئة اللي تشوفوها هسه أمامكم، هاي 663. أي هنا هسه أكو قيمة واحدة، هنا صفر، ماكو ولا تكرار بالعمود الأول. بالعمود الثاني أكو قيمة واحدة اللي هي 663. هسه أروح للعمود الثالث، أيضا العمود الثالث أيضا لازم نبحث به من 663 إلى 675، راح نجد به أنه قيمة اللي هي 664 الموضحة أمامكم. فإذا 0 1 1. نجي هسه للعمود الرابع، حنجد به 673، هاي أيضا ضمن الرينج، أي أيضا 1. والعمود الخامس والأخير اللي حنشوف اللي هو 669، أي 1. حاصل جمعهم هسه هذه يعني الأعداد التكرار المتكرر حسب هذا الرينج، هنا 0 1، هنا أيضا 1 صاروا 2، هنا 1 صاروا 3، وهنا صاروا 1 أيضا فصار 4. فلذلك نروح على هذا الرينج ونخلي الفريكوانسي مالته اللي هو شقد كان، اللي هو 4. بالنسبة للفريكوانسي للفئة الأولى. هسا نكمل بالنسبة نفس الحالة، حنكمل بالنسبة للفئة الثانية من 676 إلى 688. أيضا لازم نرجع إلى الجدول وعمود عمود نستخرج الحدود الموجودة وين في داخل هذه البيانات ونجمعها. عند الجمع راح نجد أن
الفريكوانسي كالتالي: للفئة الأولى هو كان 4، للفئة الثانية 10، للفئة 10، للفئة الثالثة كان 15، للفئة الرابعة كان 11، وهنا 6، وللفئة الأخيرة كان 4. طبعا حاصل مجموع هذه الفئات 4، 14، 29، 30، 40، إذا 50. فإذا هذا الشيء أيضا يؤكد أنه الحل مضبوط. طبعا من الممكن تكون أنت غلطان بس هو 50، بس غلطان نتيجة أنه بالاحتساب مال كلاس مارك أو الكلاس باوندرز إلى آخره. فإذا هاي 50. أوكي، هسا شلون نستخرج ما يعرف احنا بالمركز، كيفية استخراج ما يعرف هسه بالمركز. طبعا نلاحظ اكو فد شغلة، ان النظر الى قيم فرينكوينسي نجد ان النتيجة تتصاعد ومن ثم ايش تتناقص. ليش؟ لان هو التوزيع، التوزيع طبعا هكذا هو شكله، يتصاعد ومن ثم يتناقص، هذا هو الشكل. ننظر إلى الصف الذي فيه أعلى تكرار، ننظر إلى الصف الذي فيه أعلى تكرار. هسه نجي نشوف الصف الموجود به أعلى تكرار، هذا كمله. فإذا نجد أن الحدود الفئة من 689 إلى 701 هي التي امتلكت أعلى تكرار، وهي الفئة الثالثة. إذا من هنا استطعنا أن نبين أن أعلى فئة كانت التكرار فيها هي الفئة الثالثة، والتي هي محصورة ما بين 689 إلى 701. أوكي، لنفرض طبعا هذا هو السؤال اللي احنا حليناه، هاي أمامكم، هذا موجود بالملزمة، وأيضا سوف يكون في الصف الإلكتروني هناك ملزمة مساعدة فيها الشرح بشكل مفصل. نأتي الآن إلى types of frequency. هناك عندنا عدة أنواع من types of frequency. أول نوع اللي هو numeric frequency اللي إحنا هسه استخرجناه، أوكي، اللي هو استخرجناه والذي كان يتمثل بهذه الأعداد 4، 10، 15، 11، 6، 4. هذا النوع الثاني اللي نريد نستخرجه اللي هو التكرار النسبي relative frequency. هذا التكرار النسبي القانون مالته انه هو التكرار numeric مقسوما على العدد حينطيني حاصل مجموعة بشكل عام اللي هو شقد حيكون واحد عدد صحيح. بمعنى اذا اني حتى هسه اقدر استخرج relative لهذه القيم، أوكي، هذه القيم شو راح نسوي؟ هنقول هنا FR يؤدينا إلى الـ Fi على N. الـ Fi طبعاً هي من هي؟ أول قيمة شقد كانت عندي 4، نقسمها على العدد 50، فراح يطلع لنا 0.08. هاي القيمة الأولى للفئة، لحدود الفئة الأولى. هسا حدود الفئة الثانية
اللي هي ايش قد كانت؟ كانت عندي 10، 10 ايضا على 50 حيطلع لنا 0.2. بعدين 15 على 50 طلع لنا 0.3. 11 الى 50 حيطلع لنا 0.22. ومن ثم هسه حتكون 6 الى 50 طلع لنا 0.12. ومن ثم القيمة الأخيرة اللي هي 4 إلى 50 حيطلع لنا 0.08. حاصل جمع هذه القيم سوف يكون 1 على الصحيح، فمجموع إذن الـ relative frequency يساوي لنا 1، فإذن نتأكد أنه الحل مالتنا صحيح. النوع الآخر من هو percent frequency اللي هو حاصل ضرب الـ relative frequency في 100، فلهذا حتى نقدر نستخرجه مباشرة اللي حيصير راح هنا نضرب هذه القيم في 100 هنا حيكون 8 20 30 30 22 12 طلع لنا 8. حاصل جمع هذه القيم حتكون أيضا 100، فبالتالي مجموع percent frequency percent هنا حيكون إيش قد؟ حيكون 100. النوع الأخير ما يعرف ب cumulative frequency التكرار التراكمي. طبعا التكرار التراكمي مثل ما تشوفون أمامكم يعبر عنه أنه هو حاصل مجموع هذه الفريكونسي بشكل عام. بالنسبة للرسم مثل ما تشوفون أمامكم عندنا أكثر من نوع من أنواع الرسم، عندنا هيستوغرام، فريكونسي بوليان، وأيضا فريكونسي كيرف، كوموليتيف فريكونسي كيرف. نأتي إلى أول واحد اللي هو ما يعرف بالهيستوغرام. طبعا الهيستوغرام هو عبارة عن العلاقة ما بين class bound والfrequency. فمن نجي نريد نشوف هسه من نجي نستخرجه، إذا هو العلاقة ما بين class bounders وأيضا ما بين area to frequency اللي هي بين قوسين الfrequency. شلون نجي نستخرجها؟ طبعا أهم خطوة، أول شغلة لازم نسوي الرسم، يجب أن تكون التقسيمات متساوية. فمثلا هسه إذا أريد أرسم في البداية لازم نحدد، طبعا أكيد X و Y حددها، طبعا المسافة، طبعا هذا مثل ما قلنا هذا بالنسبة ل X هو عبارة عن class bounder، وهنا راح يمثل لنا
حيمثلنا بالفريكوانسي. طبعا لازم المسافات تكون مضبوطة ما بين نقطة ونقطة طبعا، وحسب حسب حسب تذكرون اكو قيمة طلعت لنا 13، كانت من هي هاي القيمة اللي قيمتها 13؟ كانت هي ما تعرف بال class width. فلهذا هاي المسافة المفروض اللي مثلا من نقطة إلى أخرى، يعني هسه مثلا ثواني بس يعني هسه هاي نفرض النقطة الأولى اللي بدينا بها، هاي النقطة الأولى، وهنا أيضا حتكون نهاية. طبعا النقطة الأولى اللي احنا نبدي بها هي شتمثل class mount اللي هي شكد كانت قيمتها 662.5، تنتهي بمن مالتها الفئة اللي هي كانت 675.5. بعدين طبعا هذا أول واحد، طبعا نجي طبعا هنا الفريكوانسي احنا شكد كانت أعلى قيمة عندنا، كانت عندنا شكد خلينا نقول اللي مالتها القيم، القيمة كانت العليا اللي بيها كانت هي 15. فاحنا لازم نقسم ايضا الفئات على هذا الاساس، فنفرض انه التقسيم حيكون كالتالي على اساس 5، فهنا أنا مثلا 5 10 15 20. فبالنسبة الاول كان 4، فنمد هذا بالنسبة للأول. هسا نجي للثاني اللي هو كان من 675.5 ينتهي إلى 688.5. كانت القيمة مالته هي عبارة عن 10، كانت القيمة مالته هي عبارة عن 10، فلهذا أيضا لازم نوصل بيناتهم فلحتى تكون 10. الآن من 688.5 إلى 701.5 كانت أعلى تكرار هي 15. نكمل بالنسبة للباقي، هنا 714.5 اللي هي كانت 11، بعدين عندنا 727.5 اللي هي كانت تمثل لنا 6، والأخيرة اللي هي كانت تمثل لنا 4 وتنتهي مع القيمة اللي هي كانت 740.5. هذا طبعا الهستجرام، هذا هو الرسم الأول. الفريكوانسي يعني هذا كملنا بالنسبة للأول، أما إذا أردنا أن نرسم ما يعرف بفريكوانسي بوليغون، هنا هو علاقة أيضا موجودة عندنا. شو راح نجي نرسمها؟ طبعا هسه هذا هو فريكوانسي بوليغون اللي هو لو تجون تنتبهون عليه اللي هو 600 مثلا و 69 682 695، شي يمثل الكلاس مارك، شي يمثل الكلاس مارك. اوكي الكلاس مارك لو نجي نتذكر احنا شلون استخرجنا الكلاس مارك، استخرجناه من خلال قيمة 663 زائد 675، يعني الكلاس ليميت مقسوم على 2 فاستخرجنا الكلاس مارك. فبالتالي من نجي نريد نمثله
إهنا نه لو نجي هسه نريد نمثل هنا هو النقطة الوسطى الموجودة هنا هيكون هاي النقطة الوسطى الناتجة من قسمة مثل ما قلنا قيم الكلاس ليميت على 2 ونوصل منها كقيمة أولى هذا هو عبارة عن الفريكوانسي بوليغون اوكي فريكوانسي بوليغون هذا فريكوانسي بوليغون اوكي بعد ايش نحتاج لفريكوانسي كيرف اللي هو تقريبا هو نفس البوليغون بعد ان نحذف هذا مالتها فمثلا سألني حتى استخرجه لازم نتعلم انه عدد المستطيلات تكون مساوية لعدد الفئات عرض كل مستطيل على المحور الافقي هو عبارة عن الكلاس ويدث حسب هذا المثال الكلاس ويدث كان 13 والارتفاع طبعا هو شيء يمثل هو يمثل الفريكوانسي اللي هو الحدود الحقيقية الطبيعية الما الكلاس باوند اتمنى تكون استفاديتوا من هاي المحاضرة وحرفع لكم ان شاء الله ان هي محاضرة وبها العديد من الامثلة التوضيحية اكثر واي سؤال احنا موجودين ان شاء الله على كلاس روم على مود الاجابة شكرا لاصغائكم السلام عليكم